معنا السيد نائب رئيس مجلس الشعب ببلدية المسيلة السيد سعد الحسين. السيد تعطينا انطباعك حول الكمامة ونصيحة للمواطنين لارتداء الكمامة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين بيت البدر. أشكر مواطن المسيلي على التواضع وعلى نصحه بوضع الكمامة، لأن المواطن راه نشوفه ندوره في البلدية تمسيلة، معظم السكان بلدية تمسيلة راه يستهزوا على الكمامة، وهي احنا كنا نقوله قبل كنا احنا يا بلدية تمسيلة، ولاية تمسيلة كانت هي في وسط الدائرة بها الولايات، وكنا نضحكوا نقولوا ما كانش منها هذه كورونا، ما كانش منها هاي اللي حدثت، ولينا احنا في على مستوى بلدية ولاية تمسيلة، ولينا احنا دوزيام من بعد البرج الصيف وبليدة. نطلبوا من المواطن المسيلي ان يلتزم بالكمامة، سيرتو الاولاد الصغار والشيوخ والمداشر، احنا رانا في الليل ندور نديروا تحسيس وتوعيه في الليل وفي النهار، نشوفوا المواطنين ما يلتزموش بالحجر وما يديروش الكمامات وما يديروش التباعد على الاجتماعي. حنا نطلبوا من الاولياء التلاميذ الصغار الكبار قداش يلتزمون بالحجر، ويلتزمون ثاني كذلك بالكمامه في الاسواق في الاحياء في المداشر. هذا هو الشيء اللي حابين نقولوا. حنا نقولوا نطلبوا من الولايات التمثيليه الذين يسمعون لهم، نديروا لهم نداء صاغي لهم لولادهم، لصحة ولادهم وصحة ولايتهم، أن يحافظوا على أولادهم ويحافظوا على صحتهم، أن يكملوا في الإجراء هذا. الكمامة ما يطيشوهاش هكذاك برك، يغسوها لازم يعقموها، لازم يطيشوها في المكان المناسب نتاعها، لازم يروحوا ثاني حتى الفرن، نطلب من الصيادلة يوسيوا يساعدوا المواطن المسيري بالكمامات، مش كما نقولوا واحد يبيعها ب 6000، واحد يبيعها ب 7000، واحد يبيعها ب 5000، وشكرا وبارك الله فيك.